السلام عليكم رياسي، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، لاباس عليكم يا كهانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. اليوم بنياتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير معكم الكسكسو تاع الروز بالروز. هالبرمه البنات هيا كما تشوفوا فيا، بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل على النبي. عندي بنياتي كاس تاع الزيت لاروب، هنايا كاس داك الزيت البلدي. عندي نص فروج بلدي البنات، نص فروج بلدي. بسم الله بسم الله. هنا بنياتي عندي عندي الخرقوم، الملحه، سكينجبير، الابزار، هادو هما التوابل اللي كاينين البنات. بسم الله. هنا البنات كاينه عندي القزبر والمعدنوس، شي لقيت كلاثه من الجردة. غندير القزبر والمعدنوس البنات. عندي بصله مشنفه، وعندي الطماطم، عندي مطيشه محيده لي القشره ديالها، وعندي خيزو البنات. عندي هنا القرعه الحمراء ديال الجرده، غادي نقطعها ونعاودها حتى هي. عندي هنا بنات الروز، ها هو كما تشوفوا فيه الروز اللي غادي نطيبه، هو اللي غادي نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما البنات هالبرايمه هاكا كيطيب، ملي كنردو كنديرو عي شويه ديال الما، مثلا كترو شينا الروز ما تيبغيش الما بزاف باش نسقيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. دغيا كيطيب، راه مشات العيره دغيا كيوجد البنات في تسويت. انتما بنياتي هذا راه الدنجه، البنجال والفلفله شويتهم ودرتهم في واحد البلاستيك، ما غسلتهمش بالماء ونقيت ليهم القشور ديالهم، راه تيولوا ساهلين حتى تجرم تيتملقوا، لا الدنجال لا الفلفله. وهنا البنات هالما ديالهم اللي تعصر راه كما تشوفوا فيه، والاخر راه دفقته وخليته يعني نهار كامل وبات حتى تسكتر مزيان ما بقاش فيه الماء. دابا غنقطعو طريفات مزيان وغادي نخلوها البنات. هذا تتكوني جيتي من الخدمه ما واحد النهار ما كاينه ماكلاش ما كاين شي حاجه موجوده، كتهزي منه شويه وتاكلي تقضي باش ما كان ديري بيضات ديري اللي كان، لا درتي كفته، درتي بيستيكه، درتي قتبان، درتي تحطي منه وتاكلي، يعني تيمشي مع كل شيء بنياتي. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم الماكله اللي غادي تحطوها الناس اللي خدامات، الناس اللي خدامين وتيجيو ويسيبوا الماكله ديالهم موجوده غير تيسخنوا وياكلوا. غادي ان شاء الله مازال غادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما بنياتي هاد النجال والفلفله نقيتهم مزيان وقطعتهم. دابا البنات هنا عندي الكمون والملحه وهاد الشوايه ديال السودانيه، ها هي السودانيه، معلقه تاع الملحه، معلقه تاع الكمون، معلقه تاع التحميره. بحال هكا البنات ما كنديرش البصله، ما كنديرش الربيع، القزبر ومعدنوس، حتى نبغي الزيت البنات واحد الكاس تاع الزيت. وملي تنعمرو في القراعي تندير الخل من الفوق، حتى تنبغي نحط البنات في طبيسلات، عاد تنشرمل واحد تنقطع واحد الشوكه ديال البصله اللي عززت عليه البصله ولا الثومه والقزبر ومعدنوس، عاد تنحط في داك الطبسيل. هادو خصهم يبقاو بحال ما هكا فيهم عي شويه الخل والزيت بحال هكا البنات، وتعمرين في القراعي وتخليهم راه تيديو مده، هما مشويين غير ما يتغسلوش بالماء، ما تغسلوهمش بنياتي بالماء، الماء ممنوع ما يتغسلوش بالماء. تديرهم في واحد الكيس ديال البلاستيك ملي تشويوهم وتخليوهم تيرطابو، عاد تجري الجلده كتحيد الفلفله تاع الملخيه كتحيد تتحيد ديال الدنجال، وكت تنقيهم
وديرهم في واحد الشبكه ثاني وتخليهم يتساقطوا مزيان يخرج داك الماء ديالهم كامل يباتوا وقعدوا حتى يومين ماشي مشكل ليله ونهار ولا شنو انتوما البنات راه تيجي واعر تيجي فن ديك الساعه ملي نعمرو في القراعي غندير ليه شويه ديال الزيت ونخلي من الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم ثم البنات الروز تبارك الله تيجي حبه حبه هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش يجي فار طاب تبارك الله راه داغيه بالزربه تبارك الله وصلان بها ثم ثم البنات راه تيجي واعر بنياتي هانتوما غادي نسقي ان شاء الله الرحمن الرحيم ونرجع لكم ثم البنيات بعد ما وجد ليا الكسكسو تاع الروز تيجي البنات واعر تيجي زوين هانتوما بسم الله هانتوما بنياتي كما قلت لكم هو راه ما تيبغيش الخضره بزاف ما تيبغيش عفوا ما تيبغيش الروه بزاف انتم البنات تيجي واعر بنياتي بغيتكم تجربوه وان شاء الله الرحمن الرحيم تيجي زوين بزاف انتم البنات نديرو ليه بحال هكا البنات ما تنكثروش ليه الروع حتى ما بنياتي هيك انت تشوفوا عندي هنا البنات الحبات تاع الحولي كنهز ليهم شويه تاع الروع من الكامله وكنطيبهم وحدهم في واحد الطاوه وكنحطهم هنا من الفوق كيجيو زوينين البنات تيجيو واعرين فني مع الروز أكلة شهية تاكلو بالصحة وبالراحة تبارك الله على بنياتي تابعوني في قناة كويزين أم مروة شكرا بالسلامة